إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أنقل سوكرنا تفسير كي قرآن كريم كا ودرس جني صدق بقول يلي أن رب اللعنة يا آية طبعا يتضرع من سورة المائدة. قال الله تبارك وتعالى: لقد كفر الذين قالوا، والله قد حقيقة كفر ويقارون الذين كوي قالوا يرادين، إن الله الله هو الله المسيح هو المسيح مسيح عيسى ابن مريم إن مريم قل لنبيك سبحانه، فمن قف كبا يملك هنا من الله إلى حديث شيئا شيء إن أراد هدو تونه الله أن يهلك إنو أراده المسيح النبي عيسى مسيح عيسى ابن مريم إن مريم إيا وأمه يديس إيا ومن دولك في الأرض دولك كركيس قصوغان جميعا دمان حال أيهين، وإلا الله كريسو سناري ملك السماوات والأرض إن ريالك يدول ريالك ملك قودة إيا وما بينهما انت إن ريالك يدول ريالك وضحيدة يخلق إله وأبورا ما يشاء حضانا، والله الله على كل شيء وحو البابا قدير وامدك أودا. وقالت اليهود يهود وحيرهدين والنصارى كريشتنكين وحيرهدين نحن أنغو أبناء الله ويلشي الله النهي وأحباؤه إليكو وشعلايا النهي، قل لنبيك سبحانه فلما شيء درت اسمحوا يهي يعذبكم من عذابه بدنوبكم دنبيالكين لينكو عذابه، بل اسكب الدائية أنتم دينك بشر بن آذناته بشركم من دول كمذا خلق إله أبوري يغفر إله وأدافع لمن قفك يشاو الضون ويعذب إله وعذابا من يشاو قفك الضون، ولله إله كريه سناضي ملك السماوات إريالك ملك قودي النامل كودة والأرض ملك ملك بيسة إيا وما شيء بينهما إريالك يدر ريالك ودحية، وإليه الله انتكا أيان المصير النقشر آتك إلهي وإنا سبحانه وتعالى وقل نور شيئا أو حكمنا يا نصارى إني قاربين كنا قاربين هذا الأي أفكا خير هذين هذا الكاسي كن كفريا إلى وقل سبحانه لقد كفر والله قد حقيقة كفر ويقاربين الذين كوي قالوا يرهدين إن الله الله هو الله المسيح ومسيح مسيح والنبي إيسا وعيال في سماع كميدا المسيح هو مسيح مسيح عيسى ابن مريم إن مريم ذلك هذا الكاسكو هذا الله وقاربين إله وكفرين أهل السنة والجماعة وحي قبان قفك هذا قال لما أفك هذا الله يوصن بقلبك كعقيدين أفعاشنا يوصن كالسمين وكافر هو وضع إسلام هذا قال لما قفك قلبك كعقيدين أفكا يوسن بأوهد لنها دور ربا حبناهنا كسامين إواقال هدو قفكو عمل كفر يسامييو أصغون أفكا أوهد لن قلبكنا كعقيدين إواقال صدح دا متوالب أياد غارهان قفكو سلام فأوهدك هدو قفكو وحوين قالنا قلبك كعقيدين أفكنا أوسن كسو سارين حبناهنا أوسن قالنا دي كسامين كافر ويك أو الاسلوب اجماع كل اللي هو جاروبي هذا كفري حبناها كسمة يا أفكار وصنوعها هذين قلبك أوسن كعقيدين أو مثلا لغير الله هو سجود مثال أما إن تقرأ كتاب القرآن كمرة هسقشكم كوكتورة سقو كسيا قلبك اللي يخجلون كافر وظاهرا وباطنا هذا هو أفكار وهذا كلمة الكفر سقو وعذر دار أولهين قلبك هدور ربيو كأني سنة حبناها أيو كسامين كافر إجمعك إلى أهل سموه مركا كفره صدح دواء كسوك نارا
قلبك كليه وا كسغنادا اعماش كليه وا كسغنادا قولك كليس وا كسغنادا حتى يسكو درمانا كبا سي در حير الهي من سبحانه وتعالى ذات كيري كما قيدن قلب يوا كلامنا ذات غالما بان كو حدلي وا غاروي الهي غالما بان ذات كو حدلي الله المسيح ان مريم ذات كيري وا غاروي مكا غالما قفكي وا غاروي حتى سخو دار شرعي هلي ودار شرعي معا كامل عرب كوضعي اللهم انت عبد هنا قال لك ور والله وحنا قف كست مسلم او غير قال ما اتى اللهم انت عبد ما لك كفر ما بيروح الاخضع من شده الفحل فحد يكبر وما كان يسوف وقف فحد ينتكبر طيب وقف يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما دي واد قالوا لي واد دبال مين اسم واد دبال حاله ما قصدي قصد كون كونك يا واحد واد دبال ما هو قصدي ما عرف او وقع قفك اللي قدر قيينا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان أصلا واحدا بيا ملك واحدا بيا ملك مرد أكره شرع النهر مرك هدوس الحضر دار شرع يلاحين صدح لمد والبقال لماذا قولي أكيني ده لا أتكفر والله قد حقيقة كفر ويكفرين ويقاربين الذين قالوا إلهدين إن الله الله هو الله المسيح هو المسيح مسيح عاصي ابن مريم إن مريم والنبي عيسى دكا يري الله وقالوبين قل للنبي سبحانه فمن أحد كيما يملك ملكنا يوهنكرا من الله إلى حجس شيئا شيئا يا إلى إبتسا كتبكرا إن أراد هذو الدونو أن يهلك إنو هلاغو الدلو المسيح النبي عيسى مسيح عاصي ابن مريم إن مريم إيا وأمه هو يديس إيا ومن دولك في الأرض دولك بحديس كسوغا جميعا دمان عليه du ilaahay doono inuu halaago laayo nabi ciise iyo hooyadiis iyo maan banu aadanka dhulka korkiisa ku sugan dhamaan halba inuu halaago ugu talagalo yaa wax ka qaban karo la nabi ciise wax ka qaban karo waa nabi alle uguhe wala hooyadiis wax ka qaban karo waa gabar waliyada saalixada waa intana wax ka qaban karo taas markaa waxay ku tusaydaa mulkiga iyo maamulka iyo tasarrufka koonka allu gacanta ugu jiree id kale ee wax kul huna ma jirto اتكلا وقوله هنا متى تماما الى وحده سبحانه ولله الله كرب يسوس النار ملك السماوات الى يالك ملكي ودي تصرف كودي مملكوده والارض ملك ملكي سا يا وانا شيء ملكي سا بينهما الى يالك يرياك ودخيه كرب يسا اسكلا اسقال نبي الله عيسى معناها ملكي يا مملكا يا تصرف وحكمه وحلمه وانا عيسى سقا احد كو اسغى سوغلي damaan inta kale way soo galeen soo ma jeedin idan hadii nabi ciise laga anfiyo oo la yiraahdo tasarruf iyo maamulka koonka wax yar kuma leh marka inaan wadaad kale waxii wad ogtaan ilaahay inuu gacab sataala raba oo aad rabbiga khaliqa ku amurtay toos ku eeddo ugu xiran ya khuluqu ilaahu wa ghafura ma yashaa qudana wuxu asagu doon in kala ma tashado wallahu allah ala kulli shay wa huwa dara qadir wa midka awooda وقالت اليهود يهود وحيتري والنصارى النصارى وحيتري نحن أنه أبناء الله وليش الله نهي وحباؤه إلهي هو جعلا ينهي أنك إلهي وليش يسيا نهي إلهي وأن جعل يهي سيدا سيير هذين وإلهي بي ولف مسبري وقال قول عليه أبناؤه كأبنائه يهي مفصلين تقول لحكم مفصلين إلهي ويلش يسيا الله منا يسيو نو جعل يهي نو إلى علينا يهي نو حفظنا ويلش يسيو كلام نحن أنك أبناء الله ويلش يسيا نهي ربا الله ويلش يسيا نهي وحباؤه إلهي وينكو جعل يهي نهي قل بالنبي صوبنا فلما شيء تأتي اسمكم إياه يعذبكم والله إنين عذابه بدروبكم دنبيارك إنكو عذابه لن ويلش يسيتيه أمو إنين جعل يهي أبا ويلكي سمع عذابه aba gabadhi samacadaabo waxa weeyaan xabiibkuna xabiibkiisa macadaabo oo qofku cidduu jecel yahay macadaabo allah ma tiin cadaaba waakan in cadaabe cadaabkaas xal loo jeeda laba mid loo jeeda cadaabkii hore ugu dhacay adduunyada ilaa qaar ka mid ah ilaahay ka dhigay qirada tanu khanaazir qaar ilaahay boofar ka dhigay qaar hadaan yeeru ka dhigay xaalada boofaray baan yahay in kaga dhigay oo weeyalkii qaar ka mid ah markay waxa weeyaan rabbi caasiyeen oo sabdiga ugaarsadeen maxaa ilaahay doofaar iyo baan yar uga dhigay taas waa cadaab cadaab kala ka aakhira way kala yihiin waxa yiraahdeen ilaahay anaga na cadaabina illa afartan maalmood maana bes
أفرتن بسوا العذاب وأفرتن كواحد إذا أندب يعابدني كذب كنما نسكلامه واحد أفرتن مقرنتي ورط أنت كل حاجة دي أفرتن مقرنتي أفرتن كهنما وأوي الإله ثويل الجين كهنما أفرتن سكداي البرس من الله عتك سكع ما بقولكم شيء صلى الله عليه وسلم الدون كقفت ومن عبدنا يصومر لكن أهل النار إن أنت أقرأ لقبت النار حل مرت اللي جي لقصو صاري مركز التقيقة تسمك اللي قصو بحيو قال لي يا ابن آدم هل مر بك نعيم قد ولقى واحد برواقة مقصومر مركز سليم مي ولقى برواقة مار هل كي مر إساس لو تفسي أيوكو هل ما بمان وراحة أكي مركز أفرتها ترنتي arintu seesas ma hanu galatiina wa ku waraydane bal afartan ke leftirkiise de naar iyo jahannama huunin deena allah ilaahu qul subhana baiska badaye matihin arintiis iyo ku wajceliyahay iyo ku wajceliyay minna matihin antum idinka basharun basharatihi bashar ko min mandul kamida khalaqa ilaahu wa makhluqa ilaahu abura kamiti yahudi yaghfiru ilaahu wa utafa liman yashawqafu daru bi fadlihi أستغى فضل إحسان كيسوه دافا ويعذب إلهي وعذابا من يشاو قفك الدار بعدله عدله يسوك عذابه قفك عذابه ودنبه ومطيك عذابه إي إلهي قفنا ما الظلميه لا معاقبا لحكمه إذ دبا إما كرتا قفك وحي وكو حكميه ووكب الدار كرتان ما جرته ولله مركا المسوء عيني إلهي وإنا كون كان معمل كيسي التصرف كيسي كالبس أستغى إستغى ولله الله كلمه سوسمنا ذي ملك السماوات والأرض إلى ريالك يبولك الملك قودة وما إيا شيء ملك جيسة بينهما إلى ريالك يبول يالك ودعية وإليه الله حق جيسة أنا المصير النقشد أعتقد ألقف كي بنتع الله اللي هو الدين هذا آخر أنت لصابحيه أإله اللي هو الدين أبا المرين تيسة إلى وقل سبحانه يا أهل الكتاب كتابك الكيسيو قد جاءكم وحائنين رسولنا رسولك ونبي محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم حالة إنين عضينا يعني شرائع الدين دين كشرائع لسولين عضينا على فترة كالقوكو كيسا حالة كسو قنتين ووحوين إنين عضينا فترة عصر من الرسول رسول شحكو ذكاهاتي أن تقولوا لألّا تقولوا إن أبنان بهم تتّيب عليكم وحدينا ما جاءنا النوم إمام من بشير بشير مد بشاري النوم إمام ولا نذير مدّيقان النوم إمام قال تعالى إلى وقير فقد جاءكم وحائنين بشير النبي إنين بشاري تضحق الرعضة والنذير النبي إنين ديقى حتى الحق الديدة والله الله على كل شيء وحو البضاء قدير ومدك كره إلهي وإنا سبحانه وتعالى ونظر رحم آيات يهود يا النصارى إنه نبي محمد أدري صلى الله عليه وسلم نبي محمد يهود يا النصارى الله أدري سيد الله أدري بشر ككلب سيقار آيات وحيدة إذن كان رسول إليم نبي محمد على الله تصرح كتو سيدا نبي محمد صلى الله عليه وسلم رسالة سواء ومضى قام الله أدري كير بني إسرائيل سيقار الله أدري أهل كتاب يهودي النصارى إذن في ديري إيه كمت مسيحيين تما يهود إيه موسى رمي سانهاي إيسا رمي سانهاي إلهنا مر رمي سيواغا نبي إيسا مر رمي سيواغا نبي موسى مر رمي سنا مركا واغا غالا كمدا قلت إلهنا إنه غال يهي وكشكي سانهاي ما دامه كتاب يا نبي الشيغان أيانا غال كالوي أصنا إلهي رمي سنا القرآن كوكو فيه يا هل تمحير إلهي ذا شيغا يعود إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلهي ذا شيغا يعود إلى الجالوبين طفكي مكا كشاكية إلى أنه قال مبليك اليهودي النصارى إلهي بكوك في القرآن كيسي صريحة أدي وقف سي صريحة القرآن كوهوري طفكا كشاكية يهودي النصارى قال لماذا يا أهل الكتاب كتابك الكيسيو قد جاءكم وآئنين رسولنا رسول كأني يبين لكم حال إنين عدينا محلولك الحد في شرائع الدين دينك شرائع ديس وإنين عدينا وحالين كواجبي وحاوين كحرمي وحاو ألا إنين كدوني وربينا السميدا وحا ألا إنين ديني وإنين عدينا رسولك ساس الله صدير نبي قالك صلى الله عليه وسلم خلاص وحن رمانسك السمينا ساس الله صدير نبي قال مصليا لكن نبي قال الله صدري وين تفهمته نبي قال الله صدري إنه كو عبديه وإلهي كالدوني وعب سميده
إنه كوع عبديه وحي إلهي كو ديني أو كهاته واسد الله صوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مركب وإن أتفهمتها يبين لكم حالة من عبدينا على فترة كالقو حالة كسبنتين أو نبي الله إيسى أدن بي النبي الكريد بن إسرائيل نبي الله إيسى عليه السلام أدن بي النبي الكريد بن إسرائيل مددين أكسو وريقتين إلى اللح بقول الصنع مفسرين تقبل إيرادين قهنا وانا كبريين طول كاسون أو قاحل كي حافظ المكثير أغاه لح بقول الصنع إلي أدن حيدي نبي الله إيسى هي نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم مركا مددين أو كالقوة أو وحوية كتاب التوراة هي النبي مسلة بدلي ودين صحيح هي صندوق هيسن أو كتاب الإنجيل هي النبي إيسى لبدلي أعطتك وحوين حتى قوك دولة الدين قوك دولة الله إنه عابده وسن هيري كرين دين صحيح وعبه إلهي كو عابده مركا لغاية بشخصيات يريد ودورك إسكا قلية الدين كي وحوين مركا كانوا مدين كبتاقين إلهي قوكو أي أيها كري شخصيات يريد أيها كري ووحوين مسارة كميطة وهيستي دين كي وانكتاقين لكن سيدا أغبطنا ولا بدلي دينك إلهي سوده جيه أكثر كدك وابدلين وابدلين مركا عيضو كارقو أسم قجرو إلهي نبي محمد صلى الله عليه وسلم صادر إلهي يحق كو عبي إلهي تكي مكدق أغسار إلهي بقفتين ينور أغسار إلهي قولي سبحانه على فترة كارقو حالات كسو قنتهين ورسولكو إنين عدينا كارقو أسم من الرسول حق الرسول شكا هذي محال الله صدر رسولك رسول والبن الله صدر وحال الله صدر أن تقولوا اللي الله تقولوا سيأرنا أبيه هدو مكت آخرتك تان أولين يرهدو وروحان حالان تاقادو سميدين وروحان واجباتك محاد وطاقتين إن أبناء بهن هدو ملوبة شيئين وإبنو الدكتان لوما إمان وآخنان عدور دار شيئين إذا ما بي محاد عبد الله صدر كتاب كين اللي سؤده جيه قف الله قف كين مقلين إلهي النبي كين صدر كتاب كين سؤده جيه هدو لغن يرم ما أورين دين كان إلى أن يسود فيه إلا وراء مقلية لغيين من حدود ذلك سواء ربما معنا قراء وحي إلى هين نامي حان الله صدر يقول بقى سلاسات كوب بذلك الطاهر إذا ربما كلام مجلو أن تقولوا اللي الله تقولوا إن أبنان إهن دكتير أيها النبي قاسوني كوين ما جاءنا النوم إيمان من بشير مد بشارعية ولا نذير مدك إن أبنان إذا ربما كسرين طب ما كأبو كتاب يقول يالا حقي يا الله أباها كراعته يا بقارك كقدرته وان كتابك اللي بخلوه يري الحين هالساعة هذا بجيسن نص ساعة نو أقولين أفر لما تنسى جيرك أتكراعته أرجع أتكراعته بيرها أتكفلته والله هذا يدري له أنت سكير بقية الله كم أيام ما أنت أنت قار توفيف تقول شرتو كتابك على وقت سي وروحه قال إن محمد الله صادر صلى الله عليه وسلم قال وحي النبي محمد الله صلى الله عليه وسلم كودر ولغاها وواجبات كذي قال وحي النبي الله صلى الله عليه وسلم ومدر ودر محرماتك كها أتسيد اسكوب بدبان لكن هذا دقاها شخص كسيدو وغارقها كرعاتو بغارقها كفراتو وحويا قدرداء إلى يبتي سكيري ميدي إلى وقر سبحانه فقد جاءكم وعائنين بشير من إنين بشارية والنبي محمد صلى الله عليه وسلم بكر راعة إدريقي سراعة وشنوه بشارينا والنذير من إنين ديقة إنين والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وقدق يضبك قلافة نار يجنم إنه قلاف والله الله قدير ومد أولا على كل شيء وهو البواء وحكا استرى إلهي وأولا قال تعالى إلى الوحيري واذكر نبي محمد ومده شيء إذ وقت قال موسى نبي الله موسى أوليري لقومه قوم كيسي أكويري يا قوم تلكيديو اذكروا حسوستا نعمة الله إلهي النم عديسة عليكم كوركينا حالا يا هاتي إذ وقت الأولي كوكونام إيه جعل إله أوليالي فيكم دحرين أنبياء النبياء أو جعلكم إلى أولي كيالي مروكم بقرر أو أعطاكم إلى أولي سيئي ما شيء لم يؤتي وصنصين أحد انقف أحدكم من العالمين عالم يالك كمدعا يا قوم تلكيديو ادخلوا قلع الأرض بنك قلع أغلب المقدسة للطهيري التي أغلب قلع كتب الله لكم إلهين قري ولا تلتدوها الله مننا على أدباركم دبيارك إنه الله مننا وفتنقلبوا أدب دونتان مركز خاسرين حالة كوى قصاري
قالوا وحي الى غير بنو اسرائيل يا موسى موسى ان فيها في الارض المقدسه بنك الله الطاهر قوما قوما يا قصبا تنكو جبارين تتك قصبت ولا نخوغك بلا وانا انك لن ندخلها جرمين اغلبات حتى يخرجوا انتك بحيان منها من الارض المقدسه بنك الله الطاهر انتك بحيان فيخرجوا انتك بحا منها من الارض المقدسه بنك الله الطاهر فانا انك داخلون كو جريان قال رجلان لبن وحيرادين لبن منهم من الذين باكي كمدا يخافون الله كبقى لبن منهم أن أم الله إلى حي أبنم أي عليهم كركودة بالتوفيق والعصمة إن حق وافتي إحمان تكيل لي لبن سنة وحيرادين ادخلوا أقرأ عليهم كبارين الباب الباب كأقرأ فإذا دخلتموه الباب كمكات غشان فإنكم إذنك غالبون كوي أبكانياتهين وعلى الله ألكو كيسو كليا فتوكلوا ترسارتا إن كنتم أداتيهين مؤمنين تضحق الرميسا قالوا وحي لهذا اليهودي يا موسى موسى إنا أنك لن ندخلها أغلب المقدسة قرم منه أبدا ولقا قرم منه ما داموا انتي دائمين فيها في تلك الأرض المقدسة ملك المقدسة انتي من كاسو كجرا فهذا بابك تق موسى أنت بابك تق وربك ربكان هطر فقاتلا لدك اللما إنا أنك ها هنا هل كان فضلنا إنا إنا أنك قائدون كوي فدنا يانهي ها هنا هل كان انت دقال كسعوده قال وقل النبي موسى ربي ربي قيقيو إني أنيقا لا أملك من ملكنا إلا نفسي نفسي دايدا ماهن إياو أقي والألقي فافروق الله كرسا بيننا أنك إياو بين القوم قومك قومك الخاسقين الضاقب إلهي كبحي قال إله وقيري فإنها فإن الأرض المقدسة ملك الظاهرة محرمة ومثلها حرام تنمي عليهم على بني إسرائيل 40 سنة أفرت سنة لغا حرمي يتيهون حالا أي وريقا يانا لغا حرمي في الأرض دوك بحديسة فلا تأسيها كم مرغون عقوبة لأسوه إقالي على القوم قومها كم مرغون قوم كالفاسقين ضعب إلهي كبحي الله سبحانه وتعالى آيات كان نوح النغاوة رمي أدون كيسي رسول كيسي نبي الله موسى كريم الله موسى المحمها إيه واندي أكواني يدد كيسي نبيالك أسلوبك يعلمك وحوين والله قاطع إلى وقل سبحانه واذكر شيء نبيك سبحانه بالمدى هذا الشيء هكو إبراقاتين هكو وانسميني إذ وقت قال موسى نبي الله موسى يكوير لطومه تلكيسي يا قوم تلكيو تلكيو دركيو نبيالك ساسي الله يجري مدد ما عاي يجري ما أفلق قادة يجري اذكروا حصوصتا نعمة الله إلهي من حديث عليكم كلكم ينفون إيه نعمة إلهي إيه أن لا تركني حصوصتا نعمة الله حصوصتا عليكم كلكم ينفون إيه نعمة الله حصوصتا عليكم كلكم نحال إيها تنم عدف إذ وقت يونين إيه جعر أولي إلهي فيكم بأذين أنبياء النبياء إلهي وين غير من سرح ونم إيه وحجائبي مركز تقول نبي دينت النبي إلهي كين يوبدلي قص حق وعضينا إسرائيل ونبي الله يعقوب سوى النبي أبيس إسحاق نوى النبي إسحاق أبيس نوى النبي الله إبراهيم مركة إسرائيل كفر عن ذهب إسرائيل سوى النبي وها نبي نوى الله نبي يوسف الله كبير ما الله مكين نبي دنته نبي إيمانه مكين نبي دنته نبي إيمانه مكين نبي دنته نبي إيمان حق عطينا إلى نبي قدم بيوهيد بن إسرائيل كذا شؤون نظر نبي الله عيسى عليه السلام سقاس الوصو أفكر النبي يوهيد بن إسرائيل نبي يوهيد من نوح الوصو قد تبي نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وأصوك أكتر صدق نبي الله إسماعيل بن إبراهيم إسماعيل كصدع مركة حسوسة نمعك وين مجهد إن بحض على حق أديهي ومركة استمعت حق قوعة ضيضة آره الشعب نمعوينك إلهي نمعد أبوه هذا صدى سأقرأنا إلهي نمعدي سواء أدليد وحوى ينظفك نمعد إلهي أنك شكرنا إلهي وعدانا مالك حصوصا نمعد ونمعة الدين نمعد لغد ونعمة الدنيا واطنا وجعلكم إلى وحوين كبقى يروكم بقرر نمعد لغد ونعمة الدنيا إلهي بقررين كبقى حال لك إذا بقرر الله كبقى نوال بقرر يدر إسرائيل كمذا ملك ميوها يوحكم عدمدوا لملك ميوها لأولا ما كنو صدى
waxa weey mid kasto idin kamida ilaahi weena subhanahu wa ta'ala wuxuu siiyay guri wuxuu siiyay haas wuxuu siiyay waxa weey qaadi u shaqeeyay akhulan abasa sufasil waxa loo jeedaa boqorrada hayde mid kastaaba guri u leeyahay haas u leeyahay waxa weey shaqala u shaqeeyay waliin waxa inta saystaan waa malik hawdima hawdima walida saystaan abdullah ibn amr ibn aas ayaan weydii alaasna min fuqara ay muhaajirin wi ma waana kamid ahayn muhaajirinta fuqaradoodii markaas uu ala kamraa taawi ilayha maleeyay haas adu hooyato markaas uu rinaa hawaan leey markaas uu ala kamas kanu faskanuhu maleeyay guri eedigto markaas uu rinaa ha markaas uu faanta min alaqniya ganiya ilahi rasuulun nabiyis ya gani ayaa markaas uu yiri inna li khadim waxa uu dheerba khadim ni shaqaalaha ii joogay markaas uu yiri faanta milal buluug boqorada kamid markaas boqoraatay midid hatta qani cadi sanad saxiixa ayna wasu inta abdullah ibn amr ibn aas waxa uu qafar kaas ibn jarir dabrina tafsiirku ku wari sawma jeedid idan qofka haysta waxa weeyaan guri oo waxa weeyaan ugu heeydo oo haasle oo waxa weeyaan qadadiisa iyo cashadiisa heli kara milig inuu yahay waa inuu ogaado haa miligniba kaaga dhiman waxa kaaga dhiman mid ku mashquulida ku muruga gelida aad waxa weeyaan ku rafaado xisaabteedu aakhira ku dhibto taabu waxa weeyaan cashadaada iyo qadadaada heshay soo ma jeedid gurina aad u hooyatay boqornimo waxay kaala maqanta dhib iyo murug ma hooyaan murtinta marka durdayu soo jeeda boqorro xagga laga soo gala baasha waa la qaada xagga laga imaana caawada saas u karka soo ma jeedid adiga naas ka hurdeeyo warba ma hayo marka barwaaqo ala haysta nimcada ilaahay uga shukr walida saltereeda nabiga nasuubanu wiiri sallallahu alayhi wa sallam man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi amina fi sirbihi indahu qutu yawmihi fa ka'anna ma hizat lahu dunya bi hadafirha nabigu wuxuu sallallahu alayhi wa sallam man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi qofki waa bariista asagoo jirkiisu caafimaad qaba jirkiisu caafimaad qaba آمن في سربه نفتي سر او امن يجمع عليه وان اصلاح النفط يا عرورتا ساك لا ويرره عند قوت يومه اخر لواتن ساو هو هايستا ما انت سو انا هايستا فكان ما حيزت له الدنيا بحذافيرها لم يدير مرض صلى الله عليه وسلم قف الدنيا دي لو سو اروري ان عيالك دي او دن او دين كم كان له ما قال مركا انغو ملغيال او نم على اله نغو شوي حدان فقراء او هايسان او سدا غالاد او فكرنو marka la gaaro 2030 ka gaajo loo dhamaana dadka faraha ka badaaya hada ku harasho waad hoogta waad hoogta ya soo biir jiray adduun maalinkii la buriyay maanta inta ka dhexay ya soo biir jiray marka leeyahay 2030 ka la baba intadu yaraane ma meel laga keenay warkaad adduun ma iska cuntid ilaahay ku caadi ha been badni baa marka milig baata imisa aan milig nimaas ogeyn ya maanta hada qadada heli karto nafta uu aamintay eelka iyo caruurtaada waxa weeye nabadgelyo ku soo toosto meliga marka waa inaan dareenaa nimcada si aan ilaahay uga shukrino hadii kale aad toos ku haysato inaad rafaadsan tahay waxa weeye ilaahay wuu ka siibayaa nimcada marka ka shukridid waja'alakum ila udunin kayyali nurukum baqarra wa ataakum ila udunin siyyi ma shay lam yuti usansin ahadan qafqa min alamin alamiyalka kamida aalamki ayaga waqtigooda ahaa ana koreeyay waxaan la siinay ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan la siin oo maxaa kamid ah aalamkaas waxa kamid ah ilaahay weena subhanahu wa ta'ala irka wax yar la siiyay maxaa kamid ah waxa kamid ah ilaahay weena irka wuxuu uga soo daadiyay man malak wa amal habeenkii uu soo dhaca dhagaxa korkiisa ku dhaca suxdi ka xaqanaan taas iska cunaan waa malak am shaqayagu ma beerin ma ku shaqayn xoog uga ma bixin waqti kama gelin waa kamida salwa shimbiray iska burburad ayaa u soo degay mid ku rabo ka qabsara oo iska qalana ta kale iska sii deeyay waa kamid ah afartankii waxa weeyaan sano oo tii ku jireen qoraxdaas iska socdaan meel ay u socdaan ma yaqaanin daruurta ku socota hoos meel kala meeshii taaga daruurta ku socota iyo meeshii ma waa mi'a aan adduunka qofna la siin maxaa kamid ah waxa kamida markay oomaan oo nabi muuse ugu dhufana dhaga markaas 12 kiloodo biyaha ka soo burfaan markaas jufo walba iyo jirb walbaaba fayl wax u galay ishooda taas iska cabaadayo inay ku celiyo afar shay on ibna la siwi soo ma jeedid waxaas allah in siiyay allahaas uga shukriyo taas aan soo galeeyay
إلى وقل سبحانه مركا نعم انت اسكلي ما وقت رمضان إلهي سي وآتاكم إلهي وقل سبحانه ما لم يتوقع صنسين أحدا قف أحدكم من العالمين من العالمين عالم يالكك من العالم كوقت بوده أما أمة محمد أيها كبه قال بضا أيها كنوك وقت باب أيها وحوة كقير بضا نعمت إلهي سي وأمة محمد أوسي ورسل مضيه رأي يا قوم تلكي وكيري مركو نعمت إلهي حسوسي وأوامرت إلهي أشير نعم هذا إلا ضفكها بوغرتو أمرك ألا وفلين وأنا كتاك ويح الله كهيري يا قوم تلكي ادخلوا قراء الأرض ملكة أرلغة المقدسة على الظهر وبيت المقدس سيدا سيقول بنا أقوال بنا وكلا كتشفت ويجب الدور وكتشفت قوة أريحاوي وكتشفت أقوال كلا كتشفت لكن قوكا سحافت أهر مريان جسميين أو سان أساقا كيل كدقين هي قال فلان أغلب المقدسة ذاك مركا مركا وسيدا ليه ومركا مصر خسر رقمدين فرعون إلى هاي هلاقي أيضا ملكي أي بحلان كدب على ليه بيت المقدس قاع بيت المقدس قاعد ميكا صوتا قاعد إلا يلقى أسا أوله وحي كصوت بحان وفتوق أنا سورة يوسف وكسو أغاني مركا نبي الله يوسف نبي الله يوسف وكاها عزيز كمصر أغارت وضعبي وقت نبي الله يحطب الحروتي صلى الله عليه مركا نبي الله يوسف وعزيز كاها أنا وسير كمصر أعطتهم أي دعوي أن نبي الله يعقوب يدريد سيبا لقاها لبيت المقدس أو مصر لجي سيري هو باقة هاي كدب بيت المقدس كما الله ركي قصوا تغير أعوحا قفصدين لما ليرا عمالقة كفرا ووي أو دابير أحب من الجبارين هو أسام إسكهي سجري مركز المقالب انتوانا كيسير بيت المقدس تاريا قوة كل عبد سأسو فيه أعطي أرلبي قرى كتب الله إلهي من قرى لكم دينك إلهي الله نحفوظك وكون قرأ وإنين قدري إذن كنا دقى إذن غير بنو إسرائيل ويسان عمالقا بالدقناني كفا إذا يستع كايا قال ولا ترتدوا ها صلى الله منا على أدباركم دبيالك نحكو صلى الله منا حكا صلى الله منا أمك إلهي جهادك حكا صلى الله منا أمك إلهي حكا صلى الله منا فرأيه صعد أمك إلهي قاطع وفتان قلبوا أدقدون تان خاصرين حالتك وقصاري طب أمك إلهي كصلى الله رتان وجهادك لين أمري ديدان وقصاري قوم قصاري إذن كو أخنا صلى الله بيضا قالوا حيلهدين يا موسى موسى إن فيها أغلب المقدسة وعاكسوغان قوما قوم قوم كو جبارين وحقسبت بغا بغنا حريث الله وياه حب بغا وبدك قصبه كجيرين وإنا أنك لن ندخلها قلم منه حتى يخرج إلى أي كسر بحان منها أغلب فإن يخرجوا عن ذلك بحان منها أغلب المقدسة فإن أنك داخل نكو قليان كيف إسرائيل وطب بسلاوي سيدي فرعون مدح وقراء أي وقدل أي وحاوين بيرها لغو فرانتشري سوريالك لغو قدتشري حاولا دورك لغو سوريالك قريها لغو بسيتشري شاقوينك ببكا بلان انتاس انتقبتان على سيتشري عشرة سوما جيدين دف بسلاغي مكا جوي رهد انا مدح لغا ديج مكا دف بسلاغي ويدد امنسان ما اقول وحليسك عليكم تلب بهدلي او بسلاغي وابنه صوف نقضي ايسا بسلاغي وحليسك عليكم وحليسك عليكم ما قرتان وروحان وقف بنو آدم أدنى قفعت ما قرت ما قرت وسليا واحد من هذات كره هذا واحد سعلا ولا قعد درا مش سمارو كير المبتدئ دقانو واحد لا تقلم لا هذا يان لا قعد درا دقانو واحد تقلك واحد ترتب ويت واحد ولا قعد درا بس ترى مسك إلي ولا قعد سير درا أنت سليا المبتدئ ما أنت صحيح صدق ما أنسير ما كير دديهم واحد مجالب الدقن ما فكر أيه ما أنسير بقولك أيها القدس سمعيلكم حال ماشي واحد سمعيلي ووضنا وضنا ما هيان وده اللي تديره وضنا هديك فنيو مالك واحد ويان واحد سمعيلي كرامة دولدها مسلمين تاميالك وشيري مالك أسامين كمدها وحده كدع عيد مدحوين المدي آهات الله مالك أسير ما انتقوك يريا يهود اللي سمعيلي وقروا أيها اللي يهود حلقة سمعي فلسطين الله يرى مالك أسير هم تنين شيئا ما انت نينك يهود اللي سمعيلي وعفر تهدي يهود اللي باش بجر كنت الدولة مسلمة شرعية وقف قروي قف سوتشي لما ليك من أنت يهودا لسعي حيو قدوه ما كثير برسله سو وضدي ما أنا حقا واحد ماشي ده وقمو سوء بصلاة المسلمين تمام كل قوي سوء لك قراء الله قراء ماشي مالك كثير برسله المرايين أهوكي أما ملك اللي يتمات المسلمين تمرع قف كي هذا يهودا العليك كرا أما مرايك أنا وحكو آداء شرع قف قروي ولا ورمهور ديدان بيه حيث أفضل وهو ردينا ملا
مكودناها الدعي مرحبا إذا ما كي كبحان سيقول بحان مجال عن المشي لقى سارين المشي كبحان مركي كبحان قلي نهيدا مشي أنا سيف فطينا وسوينا إني نوقف بحان لا إله إلا أنت يا مجال عن المشي كبحان لقى سارين سوق بحان ده أنا بسون قال رجلان مركي ده تسكمت معهن لبنينا حضلين قال رجلان لبني وحيدين لبنا سومنا الذين تفي كملا يخافون إلهي كبقي ده الله كعفسي قال توفك مركي الله كعفسي قال وحكت على خوفك بنو آدم إنه مخلوق كبحه تاسا ماشى كبحه إذا ماك إله أبسيس قلبي قبل الحيد لبنن أو إله كبحه إذا وحي لهذين لبراسو أن عمل الله إلهي من نمعي عليهم كركودة بالتوفيق والإسمة إلهي با حق وافتشي إلهي با قمانتك إلالي لبراسو وحي لهذين ادخلوا قرى عليهم جبارين تأو قرى الباب الباب هو قرى وحس كي يالي يالي ويوحوا تشفتنا لير تشكو ذا فيريننا إلهي كمحرنا إيماننا ملك قوفك هكعب صني الباب وقال فإذا دخلتموه الباب كمركز قشان فإنكم إذنك غالب ونقوة كان يتيم إذنك كأب كان يسان الباب وقشان إذنك إذنك بغير يريل أن الباب ذاك صدادتان وعلى الله إلا كل كيسو كريا فتوكروا طرسات هسكوها الله من حيثين أولد ذي بلكو ذا كعب سمين إلهي كتير سبع إن كنتم هدات المؤمن الضد إلهي كميسان مركة توكرك هو إيمان طفق إلهي كتير سبع إيمان كي كمت قالوا وحي الهدين يا موسى وحي اسكو دارين إنا أنك لن ندخلها قلم مينو أبدا ولدين قلم مينو ما دام إنتي دائمه فيها في الأرض المقدسة ملكة مقدسة إنتي كنشيران أنك نقلينو فيري ولله ترسل إلهي ويقان سوحوها لأي كرفيري في الأول كي خيري تشيري إيه إله لماذا أيو عابودي تشيري أيها أجيدا إلهي هلاك إنت حتى وحكو قارا ما يخير أيها أجيدا أبدا إلهي إنت أكلد الله إلهي فحا والله فرعون كوين هلاقي الله سألك يجر قال يا عدو القرب ما يلا لك ما يلا كيار انت يتوغن ماشا فاذهب تقعي بقوها اللي انخلط قطعي بقوها اللي انبا فاذهب تق انت ابيق موسى ايا وربك ربك فقاتل ودك لما عمال قضى انا انه قائد دونك وفق لنا يا نهاهم هلكا انت دقالك السعود هلكا نفضينا مركز كسارتان سوق لنا وضح تق marka waxa weyn reer bani israayil waxa loo sheegay aayadkan waxana la tusay sida ilaahay amarkiisa u diideen sida rusulsha amarkooda u diideen sida adawga uga cabsadaan taas ilaahay ma faraya suuga jeedid walidaas saas aragtay saxaabadeen maalintii badr ayagoo 312 ayaa kun gaal oo 900 adag u bixay hubaayay sanad diyaarsan marka isku soo qaadeen oo nabigu ogaaday sallallahu alayhi wasallam awti safka inay baxsatay أين كسو آبيه عيدك أبو سفيان ويأشير علي أيها المسلمون مسلمين وبائعات تلي أبو بكر أحد لهذا القروح بضا عمر أحد لهذا القروح بضا أشير علي أيها المسلمون ما بقول كسو للدين ما بضعك أنصاري أحد لي سعد بن معاد مركز ويري كأنك تعرض بنا يا رسول الله وحن ندعنك إن نوسر بيبي درهير أنصاري تطان نحي وقالهم القبيل كي يكتبان لي هذا ساسا أفهمي رسولك الله markaas uu nabu haawi idinkaan idalay ma han wax weyn mujaamala iska dawale markaas uu fawal ladii baafaka bil haq law istaradta bina hada al bahr wallahi tatabbana la qashu oo tirada dadan galeenay soo gala damaanteen la khutnaahu ma'aka wa kula galeena wala taqallafa minna rajul wahid halu wallahu sanaga hari ba tirada dad la jiiray soo jiira soo ma jeedin مركز سوير وما نكره أن تلقى بناء الدوانا غدا مطلب سلامه إن أتقال هذا برين لك هرقين حساس نبي الأولياء صلى الله عليه وسلم عليك نارك أيها كسوه وذي مكة بالله وحيكو رجل أن إدي صوه رفتا سيدي أغوتو دي الدوبر كل الدفاعين والدفاعية نبي مكة أنت مبكة وإن وطشد إلا نبي أصدقى ويارا مكة بالله أنك هرين وكبتشرين وإن ولا مكة سنقال يدور هذا مكة وكسي آما يسير هذا إذنك وحا حق لينك ويهيه وحي النبي قوي ماذا قريهن وقوي ماذا تدي فعلا لكن حق لينك وله قال لينك راديو أما أنت سيسير هذا وعدد لبحد قيه وعدد الله فبقين هذا هو المد فاعه وعددك وليس دوي ماذا أيها قبعه وإن قعانك وكاقه فمقعيه لازم سوما جيدي مركز كوي والله إن أدعوك أنك هور قيدو إن أمان ببسنين إن الله صبر في الحرب صدق عند اللقاء annagaa dad dagaalka ku sabar badan aan nahay aniga marka laga kulmo kulmana run sheega oo xaqiiqadooda iyo awoodooda ka run sheega dadkaasana la'alla allah yuriyaka minna ma taqarrubi aynuka
waxaan ilaahay ka rajaynaa in ilaahay naqutuso oo indhaha tuso bari magad adawga naga horgeeydo wax indhaha ku farxaan dagaalka aan soo bandhigno fasir bina ala barakatillah nawad ilaahay barakadiisa nuwa oo adawga naga horbiye waxa hadlay miqdaad ibn amr wuxuu yiri والله يا رسول الله إن الله نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى رسولك إلهي يقول لهم ما إنه سير غير بنو إسرائيل أي نبي موسى كي يرهدين إذهب أنت وربك فقاتل إن هؤلاء قاعدون ما قلت بها إنه ولكن إذهب أنت وربك فقاتل إن معكم مقاتلون هذه هي رب الله تقالما قالوا أنه هو تقالما إنه ثالثا قلنا وقال إلهي نبي قلت تسويه كفر لمنك قالوا أها ee man dheer halkaas ka saaray nabi maxamed oo suujuudsan sallallahu alayhi wasallam ayaa xariiq lagu soo jeeday kaas isagoo lagu gaanay la hoqeyna nabi markaas bartiina lagu dil qabta nabi muhayd soo majeed ninkii man dheer tan nabi ka saaray dabarka isagoo suujuudsan maalkaas la soo xiray hadda lama soo dilin ila nabi ga loo keenay sallallahu alayhi wasallam asagii nin kale la dil oo toog loo dil tabaratan abu jahl kamid yahayna goobtii la gabowray soo majeed tabaratan xariiq lagu hoggaansan wixii ay u balan qaadeen ee ilaahay tusa marka taas maxay ku tusayda ummatu muhammad inay ka qeyb badan tahay waxa weyn marka reer bar israa'il in badan oo kamid soo majeed ila wuxuu yiri subhana qala nabi muusa wuxuu yiri wa habaan ma qeyb la wayaal noqdeen amarka ilaahay way diideen ilaahay uu xala xala qala nabi muusa wuxuu yiri rabbi ya rabbi rabbigayo inni aniga la amliku milkima illa nafsi nafsadeeda ma hayo aqli walaalkay ilaahu nafteeda iyo walaalkay yahay ciidan kale ma hay fiiriyo nimanka fiiriyo bani islaam fanaantu nimanka la reer jiray oo nabi muuse alla ka soo dhaxsaday oo tawxiidka ugu baaqay oo fagaaraha iyo lagu badartamay nabi muuse iyo fir'aawn oo laga adkaaday suxaradi oo ilaahi weyna subhanahu wa ta'ala amray inuu dheelmiyo oo la dheemado fir'aawn soo ceysaday oo ay leeyihin inna lam nutrakum man ta'mala qara ayagoo leh uu yiri qaala kalla inna ma'i rabbi sayahdi oo badda loo kala dilaciyo ka gudbay oo fir'aawn ayuu u jeeday la halaagay wanta soo rogan ciliyo dhulka iyagu qaxlay dadkii nuucaas ahaa nabigiyo dhex taaganay waxay soo istaagtay ilaahay oo aniga walaalkay qaliyahan haya fiiriyo bal bal aadan fiiriyo waqaasata nimanka reer bani israa'il xumaantooda fiiriyo si umar xadagihiin nimankaas marka ilaahay oo aniga nafteyda haya marka aakhii waxa lagu cadfaa waxa weyn nafsi meel kale lagu cadfaa hoo amliku faciikeeda lagu cadfaa damiirka musafirka markaas macnuhu wuxuu noqonaa qaala wuxuu rabbi rabbigaygiyo inni aniga laa amliku milkima ilaa nafsi nafsadeyda maaha wax kale ma hayo wa aakhii walaalkayna milkima ilaa nafsu nafsadiisa maaha walaalkayna naftiisu haya ana nafteyda haya ilaa allah oo naa diyaar ah فافرق إله وكراسا بيننا أنك إيا وبين القوم قومك قومك الفاسقين الضاعة إلهي كبحي إله أنك إيا قومك فاسقين تمانتنك لحكمي قال ربي وحيري وكل حكمي فإنها فإن الأرض المقدسة ممك للظاهرين محرمة وامد لغا حرام تنميني عليهم على بني إسرائيل 40 سنة أفرطن سنة لغا حرمة تحريمكم عن تحريمك شرعك وكحاران إني قلان ومبنا نما ويجب يكوط إني قلان أو تحريمك قدرك إلهي ما كو قدري إليه الدم إليه سنجلي كده حفي وحو قدري إليه سنجلي ماركا هو منح ولقان من إيهوي واجب الكتة إليه آدم واجب الكتة سوما جيدين أفرطان صنو يتيه هنا حالي وريقا إياه في الأرض نوكا نحيس ساسي نغضر أفرطان صنو ساسي اسكي قد بوريقا إياه قولي ما يقان عيل ما يقان بيرو صعود ما يقان ويسك صعودا إلهي ما بكا قودنا ضرور تحار قوة وحاوسو دقا يمانيقا يسلواي قرأيا daga hadiyuhu uga soo qubanaya saas iska gandhuli wa iska socdaan afartan sano afartan wuu xikmad weyn ku jiray dadkan dad bislaaday ahayn afartankaas waxaa dhamaaday dadkii gumaysiga ku korka wax alla wixii gumaysiga ku koray afartankaasna ay tagay waxa soo haray dadkii yar yaraa markii fircoon la halaagay oo gumaysiga dibkiisa dareemin oo wax iska celin aaminsan iyo caruurtii dhalatay gumaysiga kadib oo afartan jir ma garatay khalaas wadad aaminsan banu aadanati ku aanu banu aadan aba ilaahay ku xiran asaguna waa gaal see marka aad uga cabsata dad aan misana soo xaray iska xiritaa kuwaas marka nabiyullaahi yuusha ibn nuur oo labadii nin kamida ala rajulan min alladheena yakhafuna yuusha ibn nuur iyo kaal ay ku tilmaamaan mufasiriintu yuusha waa nabiga ka dambeeyay nabi muuse nabigaas ay wadeeyma marka afartanka dhamaatay waxa uu ku weerar beet maqdis galabti jumcada ahayd asalkii uu hareereeyay markuu hareereeyay uu sid intaadan furan ama sabdigu gala sabdigana masiiro weyn markaas uu qoraxdi fiiriyay markaas uu yiri innaki ma'mura wa ana ma'mur allahumma ihbisali qoraxdi ayaa adiga amar allah ku socota
أنا قال أمر الله كوس على جهاتك الله يأمر الله قرحة دي إله هيك بيدي هل كاسي استيقت قرحة ما نكاس وهل كمالين أنت أبن هشر وشيبة واستيقت واتشف واتشف فقط عمالي قد كان بي فيه أي بعض خاص بيك على نحروبي بكاس حوه نمضى قد شيء قرين فلا تنسى هم مرغوني نبقى صوبانو على قوم قوم هم مرغوني قوم كالفاسقنا باعد إلهي كبحي المجرمين تقع هم مرغوني واستهلا